شهدت العاصمة الخرطوم اليوم أمطارا بعدد من أنحاء العاصمة، ففي الوقت الذي هطلت فيه في منطقة الكلاكلا جنوبي الخرطوم بعد ظهر الجمعة مباشرة كان قد بدأ هطولها باكرا منذ الساعة 9 صباحا في شمال الخرطوم بمناطق السامراب والدروشاب، الأمر الذي لم يمكن المواطنين من الحركة في أول أيام العيد ولم تسفر الأمطار عن حوادث. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت قد حذرت أمس من أن يومي الجمعة والسبت ستشهد العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات البلاد أمطارا متفاوتة مصحوبة بأعاصير، ونوهت إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خاصة مستخدمي الطرق السريعة والقاطنين على الضفاف.